قناة معرض البناء ترحب بكم، ولنا الشرف أن نستضيف السيد تامر السباعي عن جمهورية تشيك. مرحبا بك. مرحبا، شكرا. ممكن تكلمنا عن نفسك وعن دور مكتب في المغرب؟ شكرا. أول شيء شكرا لدعوتكم لهذا اللقاء، وأشكركم لدعوتنا حتى لحضور هذا المعرض. أنا اسمي تامر السباعي، مدير مكتب تشيك تريد في المغرب. نحن مؤسسة حكومية تشيكية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، ولنا تمثيل في السفارة التشيكية في المغرب في الرباط. دورنا الأساسي هو وسيط تجاري بين الشركات التشيكية والمغربية، والأنشطة ديالنا تتعدى كثير من المجالات، كتمثيل الشركات التشيكية في المعارض أو بحث عن الشركاء المغاربة للشركات التشيكية، أو بإقامة زيارة عمل لشركات تشيكية في المغرب أو للشركات المغربية في تشيك. الله يبارك. أنتم اليوم تتواجدوا معنا في المعرض البناء في الدورة 18، وعندكم رواق خاص بكم، ممكن صحيح. تكلمنا على المشاركة نتاعكم؟ صحيح، نحن هذه المشاركة الأولى لنا في معرض سيب، وبصراحة وجدنا المشاركة مفيدة جدا. المعرض تبارك الله كبير، الله وله حضور كبير وعدد من الزوار كبير صراحة. فينا نعتبره من أكبر معارض في المغرب، لأنه نحن حصلوا شاركنا بمعارض كثيرة في المغرب، وجانا هذا من المعارض الأكبر صراحة والأكثر مشاركة والإفادة، وهذا الدليل حتى بعدد المشاركين وعدد الزوار. ومعنا في الستاند ديالنا مشاركين واحد الشركة التشيكية، ممكن نقول إنه المشاركة لها إيجابية في هذا المعرض في هذه الدورة، وبالدليل إنه داروا الاتفاقيات مع عدد من الشركات المغربية وكي تطلعوا لزيارة المغرب في المرحلة المقبلة إن شاء الله، وحتى المشاركة في الدورة القادمة من هذا المعرض. تقييم ممتاز بالنسبة للمعرض الدولي للبناء. ممكن تقول كلمة أخيرة لمشاهدي قناة معرض البناء؟ بالتأكيد كنشوف في تعطش صراحة مغربي ودولي لهكذا معارض وبهذه الجودة صراحة والتحضير، وكندعو بزاف الشركات التشيكية أو الأجنبية للقدوم والحضور للمغرب والمشارك بهكذا معرض كمعرض سيب صراحة. مرحبا بكم، وتنأكد على أن معرض البناء في الدورة 18 أبوابه غتبقى مفتوحة حتى اليوم الأحد 27 نوفمبر على الساعة 7:30. شكرا.